وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج مميز داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل إمارة أبوظبي من داخل ورشة الإخلاص، ومعانا السيد ناصر بركات. أهلا بك سيد ناصر. أهلا وسهلا. أهلا بك، حياك ويعطيك العافية، ومشكور على حسن استقبال فريقك. ربنا يخليك، بالعكس شرف لينا يا فندم. شرف لينا. أهلا وسهلا بك سيد ناصر. سيد ناصر، خلينا نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد ناصر وكيف كانت بداية حياته العملية داخل دولة الإمارات. والله أنا ناصر بركات السيد، مواليد القاهرة طبعا، واشتغلت في اليابان. بعد التخرج رحت اليابان 4 سنين، من سنة 82 86، واشتغلت في شركة نيسان لفترة طويلة، وبعدين بعد كده اشتركت في شركات خاصة لفترة باقية، وبعدين قررت إن أنا كفاية غربة، لأن الغربة في اليابان صعبة أوي، فدورت على بلد أنسب، والحمد لله ربنا وفقني أجي هنا الإمارات. فقررت بقى تيجي تشتغل وتكمل قصة كفاحك المميزة داخل دولة الإمارات. كنموذج عربي كل شبابنا يعتز به. أنا الحقيقة من أول ما جيت هنا لقيت هي بلد جميلة جدا، والإجراءات ما شاء الله في منتهى السرعة بتتم، كل شيء في تيسير وفي امان وفي ثقه وفي ناس طيبين الحمد لله. اهل البلد طبعا على مقدمتهم الشيوخ، الله يحفظهم القاده ويحفظهم لنا دايما، وكان كل شيء ميسر، والحمد لله بدات في العين، وحاليا رجعت من بعد فتره العين، اشتغلنا حوالي 7 سنين أو 6 سنين في العين، وعملت الورشه الثانيه هنا في فوز، والحمد لله ماشي الحال. اشتغلت فيه ربنا وفضل البلد والتسهيلات اللي بيقدمها لنا طبعا. وانتم ما شاء الله برضو نموذج مميز ويعتز به سيد ناصر داخل دولة الامارات عموما وامارة ابوظبي خصوصا. احنا برضو عملنا تقرير وسألنا الناس وعرفنا ما شاء الله اللي انتم كورشة الاخلاص واخدين سمعة كتير طيبة هنا داخل الدولة وداخل الامارة، فده هيخلينا اسأل حضرتك ايه بقى اللي بيميزكوا؟ ورشة الاخلاص بتشتغل فيها؟ خبرنا اكتر عن الخدمات بتاعتك. احنا بنشتغل في كل مجالات، اي نوع من انواع العربيات بنشتغلها، بنستقبلهم اذا كان اوروبي ولا امريكي ولا ياباني او كوري او اسيوي يعني بصفة عامة، والحمد لله يعني ما عندناش مشاكل من اي نوع في العربية، اي انواع يعني نقدر نستقبلها ونعمل لها الصيانة اللازمة، اذا كان صيانة دورية ولا اذا كان اعطال مفاجأة. في عندنا برضو خدمة ريكفري بنقدمها من هنا للورشة للبيت للمكان، العميل نقدر نبعت له العربية ريكفري تستقبل عربيته نجيبها هنا نستقبلها نخلصها نرجعها لديه. كمان قطع الغيار بنوفرها طبعا، يعني مش ضروري ابدا ان احنا نرهق العميل في انه يرجع يدور على قطع غيار، اذا كان حتى حابب قطع غيار مستعملة او جديدة فنقدر برضو نوفرها، مش محتاجين ان احنا نتعبه معانا، يخليه يستلم العربية جاهزة بعد الإجراءات كلها تتم أو العمل العطل اللي فيها. كبراج بتوفر للعميل كل سبل الراحة من دعم وصيانة ممتاز لقطع غيار لراحة بال. طيب طالما اتكلمنا على راحة العميل، هل برضو انتوا كورشة الاخلاص بتوفروا الامن والسلامة بقى للعميل داخل طبيعي السيارة؟ طبيعي طبعا، ده اهم حاجة عندنا هي الامن والسلامة العربية، من حتى من ناحية الوقاية كمان بخصوص كوفيد 19 او اي فيروس او اي حاجة، ده طبيعي لازم نحافظ عليه، مسؤوليتنا طبعا احنا نسلم العربية كاملة وممتازة وامان ومعقمة وسيف وكل معقمة وكل شيء طبعا. لكم التوفيق سيد ناصر. طيب ايه بقى اللي بيميزكم؟ ايه اللي بيميزكم عن باقي الجرافات؟ والله مش هنقول غير انه الامانة في العمل والسرعة في نفس الوقت، والكفاءات الحمد لله الموجودة
عندنا، وزائد ان انا براجع على كل عربيه قبل ما نسلمها لصاحبها بحيث تبقى تم العمل على اكمل وجه، بحيث يكون راضي عن العمل دوت، واحنا مطمنين على ان العربيه سليمه هيكون مرتاح فيها صاحبها. وكمان عندنا كمان عمل تاني بدأناه من حوالي من التسعينات مثلا، اوائل التسعينات كان في مشكله في الثمانينات كمان بدأ مع كل الناس في كل العربيات اللي هي الكبالن او بنسميها هنا بيسموها هنا في الاوزار في الامارات اسمها الاكسل فرونت ويل كار اكسل دفع الامامي. طبعا العربيات بتبقى فيها مشكله، كان كتير من الناس ما بيرضاش يشتري العربيه دي بسبب الكوبلن او الاكسل، فاحنا بنصلح الاكسل دوت، وكتير من الناس بيبعتوا لنا ورش هنا كتير وشركات وبعض الاماكن زي منها الامارات للمواصلات، شركه فاست لتاجير السيارات، شركه الغزال، الميزان الوطني، كتير من الناس دول بيتعاملوا معانا وبيبعتوا لنا الحاجه نصلحها الجزء ده بالذات من العربيه، احنا بنصلحه وبندي عليه ضمان لفتره كويسه. ما شاء الله انتم مميزين، انتوا الوحيدين تقريبا اللي بنشتغلوا اللي بنقدر نصلحه بالطريقه الصحيحه وبندي عليه ضمان، والحمد لله كل الناس معتمدانا، ولان الجزء ده غالي جدا في العربيه فمكلف جدا، فاحنا بنوفر التصليح مع الضمان اقل من ربع سعر وفي نفس الكفاءه اللي هو يرجع لاصل الجديد تاني. لكم التوفيق سيد ناصر. ربنا يخليك. طيب ده اللي بيميزكم، ايه بقى خططكم المستقبليه؟ يعني انتوا ما شاء الله كان حضرتك بتقول لي في جراج في العين وفي ابو ظبي، هل بتفكروا تتوسعوا داخل الدوله؟ للاسف يعني بس انا خدني الكلام في الموضوع جراج العين للاسف اتقفل لفتره مأكول حاليا لفتره، ويمكن ربنا ييسر ان شاء الله نرجع تاني العين. انما خطط مستقبليه حاليا احنا بس الجراج متخصصين في الميكانيكا والكهرباء والمكيف ده طبعا والسسبنشن طبعا للعربيه كامل، فما عندناش الجزء الصبغ والسنكره، لكن باذن الله في الخطه ان شاء الله نعمل توسع ويبقى عندنا صبغ وسنكره ان شاء الله. لكم التوفيق. طيب كجراج برضو او كورشه الاخلاص، انا زي ما قلت لحضرتك احنا لما عملنا تقرير ان شاء الله واخدين سمعه كتير طيبه والناس كلها بتشكر فيكم، اكيد ده برضو بيرجع في الاول وفي الاخر لتوفيق ربنا ثم مجهودكم الشخصي. على اي اساس بتختار برضو موظفينك؟ والله الموظف لازم يتم اختباره قبل ما قبلي انا شخصيا، بس اي موظف جديد بيتعين في الورشه لازم اختبره بنفسي بعد ما يقدم السي في المناسب، وياخد فتره مراقبه خلال العمل، وبعدين بيتم تعيينه او بيتم رفضه، فلازم يكون على كفاءه عاليه عشان نقدر نكون مطمئنين ان هو يقدر يمشي على نفس النهج اللي احنا معانا ماشيين. قصه نجاح وكفاح مميزه زي دي ما كانتش هتنجح او تكمل غير داخل دوله الامارات. طبيعي ده حقيقي، لان البلد ساعدتنا كتير قوي 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 في كل حاجه، يعني في التسهيلات من كل الطرق، يعني من بدايه الترخيص لغايه ما تيجي تطلع تاشيرات لاي شخص، تسهيلات كتير الحقيقه طالما كل الامور المطلوبه موجوده في امن وامان. طبيعي. طبعا الامن والامان موجود، البلد دي من ضمن الحاجات اللي احنا احنا فيها الامن والامان، التسهيلات الموجوده طبعا ده كله تم بفضل الشيوخ طبعا ومراعيتهم للاجنبي وزي المستثمرين الصغار او الكبار، فده كان شيء جميل طبعا منهم، نشكرهم جزيل الشكر طبعا والعفان طبعا، لان الدوله الحقيقه ليها فضل كبير عليا وقدمت لي تسهيلات كتير قوي، وده يعني من كرمهم وحسن معاملتهم الحقيقه ومن القلب الحقيقي، زي ما يعني ده بقوله لكل الناس ان لو فورة البلد طلبتني حتى اكون فدائي هكون فداء للوطن، ده حقيقي انا بعتبر ده وطني حقيقي.
تستاهل، وهي دولة الإمارات دولة محبة للجميع وتستقبل جميع الجنسيات، كلنا عايشين فيها بأمن وأمان وسلام، وده طبعا بفضل توجهات شيوخنا الله يحفظ شيوخ دولة الإمارات جميعا ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد، هو أساس اللي احنا فيه. أنا كل ما بذكر سيرته ببقى حقيقي يعني متأثر لدرجة إن أنا نفسي أبكي. يعني اليوم اللي فارق فيه أنا كنت ماشي زي اللي ناقصني حاجة كبيرة أوي. طبعا الله يرحمه. الله يرحمه. طيب سيد ناصر، في نهاية لقائي المميز ده عايز أخد برضو من حضرتك كلمة أو رسالة شكر لأي شخص كان داعم ليك طول فترة حياتك المهنية. والله الشكر الأول حقيقة للدولة وساعدتني كتير قوي زي ما قلت، والشيوخ والقادة، وبعدين الشكر طبعا يرجع لأخويا برضو الكبير، هو يعني رعاني في حاجات كتير قوي قوي قوي، يعني هو اللي شجعني إني أسافر اليابان، وبرضه هو اللي شجعني إني أجي هنا، والحقيقة دي كانت نصيحة جميلة جدا إن هو قال لي عليها، وقف جنبي من أول بداية حياتي لغاية النهاردة واقف جنبي الحقيقة، ما قصرش برضه معايا، وربنا يكرمه إن شاء الله. ربنا يخليه ليك خير على العمل اللي عمله معايا. في نهاية لقاء أنا بشكر حضرتك جدا سيد ناصر واستمتعت بهذا اللقاء. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، كنا اليوم داخل ورشة الإخلاص مع السيد ناصر بركات، وهو من الكفاءات الموجودة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.